وينضم إلي على الهواء مباشرة مشاهدي الكرام الدكتور مهدي عبد الهادي رئيس الأكاديمية الفلسطينية للشؤون الدولية من القدس. دكتور مهدي أهلا بك ومرحبا. يعني ما نتابعه ونشاهده على الشاشات مزيد من محاولات تهويد المدينة القديمة ومزيد من محاولة طمس الهوية العربية، لكن يعني ترى إلى أين تؤدي هذه المواجهات الدائرة حاليا؟ هذا للأسبوع الثاني على التوالي. نعم. يحرم من أداء شعائر 30 في المسجد الأقصى المبارك. نعم. نتنياهو يخوض محاولة فرض قيادة عسكرية أمنية على القدس ومقدساتها بدل المسجد الأقصى. الصمود المقاوم الفلسطيني الإسلامي المسيحي العربي متشبث بحقه، يتعبد بشوارع القدس وأزقة القدس ويرفع الأذان ويقول على أجسادنا يمكن أن تمر أجساد. فرض بوابات حديدية ليفرض قيادة إسرائيلية وهذا الأمر مرفوض. تشكلت قامات وطنية فلسطينية ممثلة في المرجعيات الدينية، رئيس مجلس الأوقاف، رئيس الهيئة الإسلامية، مفتي القدس، نقاد القضاة، في موقف واضح وصريح ألا ندخل. دكتور مهدي لو تغير مكانك الصوت يتقطع فقط. ألا نغير موقفنا، ألا نغير صمودنا. بيان ونداء المرجعيات الإسلامية كان واضح قبل يومين، لا نعبر عبر البوابات الحديدية، لا نقبل قيادة أمنية إسرائيلية على مقدساتنا، القيادة للشعب الفلسطيني، التكفيرات قائمة ومستمرة، شباب القدس صامت وثابت ويقاوم بكل ما يملك. نتنياهو أفشل مفاوضات عمان، مفاوضات الرياض، مفاوضات أنقرة، مفاوضات القاهرة، مفاوضات واشنطن، مفاوضات نيويورك، ويجرنا إلى صراع ديني قد يبدأ بالقدس ولا ينتهي في أي مكان. طيب دكتور مهدي أنا فقط أريد أن أسأل، هل هذه البوابات الثلاثة يعني على كل المنافذ أو المداخل المؤدية إلى المسجد الأقصى أم تبقت جهات لم توضع عليها بوابات إلكترونية؟ حتى لا تدخل بالتفاصيل وتغرق بالتفاصيل لأن الشيطان بالتفاصيل. نعم. هو وضع كاميرات على الأبواب، وضع كاميرات في الساحات، فرض بوابات حديدية إلكترونية على مصادر رئيسية، يريد تقسيم الشعب الفلسطيني بين أخضر وأبيض وأحمر وأسود، يريد انشقاقات في الحركة الوطنية الفلسطينية. لا تدخل بالتفاصيل أين البوابة وشكل البوابة. لا لا نريد أن نفهم، هذا مجرد محاولة لاستيضاح الصورة. ليس القصيد ليس قبولا بحلول جزئية. دكتور مهدي اتفضل يا دكتور مهدي تفضل. سؤال يعني كنت اقول انه لا يعني فكرة السؤال عن بعض التفاصيل ليس قبولا بحلول جزئية ولا قبول بذلك، لكن محاولة استفهام الوضع، هل يضربون السياج حول كامل المسجد الأقصى كله أم لا؟ هو تغيير فعلي حقيقي للوضع القائم التاريخي الديني القانوني السياسي في القدس. نعم. هو اعتداء وعدوان على زماني، مواقيت صلاتي، اعتداء على مكاني بإشراف المستوطن في غطاء ديني في المقدسات الإسلامية، وهو أيضا إقصاء للإنسان الفلسطيني على مقدساته. أنت شاهدت في شهر رمضان كنا أكثر من نصف مليون نتعبد في ساحات الأقصى، الآن مغلق الأبواب ومفتوحة فقط باب المعبد للمستوطنين بغلاف ديني يدعون حقهم بالمشاركة في المكان. المقدسيون ثابتون على موقفهم، يرفضون المساومة أو المفاوضة أو التنازل عن حقهم في مقدساتهم. دكتور مهدي يعني ربما تبدو هذه البوابات بوابات سياسية أكثر منها أمنية ويعني تغيير المعالم والهوية بالفعل، لكن إذا اندلعت بالفعل انتفاضة أخرى ترى إلى أين تسير الأمور؟ نتنياهو يقود معركة فرض سيادة حقيقية في القدس ومقدساتها، يطرح أمثلة في غزة واستشهاد الآلاف ودمار غزة، يطرح أمثلة ما جرى في جنوب لبنان، يطرح أمثلة في تحويل الصراع إلى صراع ديني، لا يزالوا يتحدثوا عن إيران وعن غيرها. المسألة ليست مسألة دينية فقط، هي مسألة وطنية سياسية، حرمان الفلسطيني من بيته من حقه،
زرع المدينة بمستوطنين وكنس وتغيير أسماءها وشوارعها وأحياها، لكن المقدسيون 350 ألف نسمة وحدهم في الميدان، كشفوا كل العورات، أسقطوا كل الأقنعة، ثابتون على موقفهم، يتحدون الحياة من أجل المستقبل. طيب دكتور مهدي، ما هو المطلوب من الدول العربية والمجتمع العربي غير الاجتماع في الجامعة العربية والخروج ببيان يدين الممارسات الإسرائيلية بأشد العبارات؟ لا تتحدث معي عن عالم عربي مقسم، لا تتحدث معي عن نظام عربي، لا تتحدث معي عن مرجعية عربية، تحدث معي الآن كيف تضغط على نتنياهو أن يغير سيناريو. حتى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول له أنت تجر القدس إلى معركة دموية، أنت تجر الفلسطينيين إلى صراع ديني، فيبدأ بالقدس ولا ينتهي في مكان. نعم، يعني ما أتحدث عن الجهد المبذول أو الممكن بذله في سبيل إثناء نتنياهو عن تلك الخطوات. ما هو المطلوب؟ اطردوا السفراء الإسرائيليين، إلغوا المعاهدات مع إسرائيل، قاطعوا إسرائيل، جابهوا نتنياهو. بأيديكم أسلحة سياسية اقتصادية هائلة تستطيعوا أن تفرضوا هذا الحضور على أجندة نتنياهو. لغاية هذه اللحظة لن أشاهد نظام عربي فرض أي أجندة على إسرائيل. طيب دكتور مهدي، يعني كيف دكتور مهدي، للأسف الخط انقطع. دكتور مهدي عبد الهادي رئيس الأكاديمية الفلسطينية لشؤون دولية من القدس، شكرا جزيلا لك.